يعتبر هذا السوق سوق العطارين بين قوسين العذراء من أقدم الأسواق في مدينة الجزيرة، والقامش حصرة بشكل نوعي. ليش تسمى هذا السوق سوق عذراء؟ لأن اللي أسسه من أخواننا اليهود كان اسمه شخص عذراء، إجا من مدينة نصيبين ب 1928 وبقى يزاول مهنة العطارة هو وأصدقائه وأقربائه، والحمد لله هلا يعني الأسواق كويسة بشكل جيد ونشكر الرب على كل شيء. طبعا وقت بلش هذا السوق مثل ما قلنا عام 1928 عدد سكان مدينة القامشلي ما كان يتجاوز 1000 أو 2000 شخص. هالدكاكين كلها كانت عبارة عن دكاكين مثل هلا أغلبها، هلا تشوف هالدكان هاي تراب كانت، وحتى الشوارع تراب كانت وفيها بعض التراب المصفوف على بعضه، ما كان في زفت. وطبعا مهنة العشاب والعطارة كانت المهنة الأساسية لهذا السوق مع السمن البلدي والعسل. وهذا السوق هذا يعتبر هلا حاليا من أسواق العريقة جدا حسب التاريخ، إذا واحد يتصنف يعتبر بالنسبة لمدينة الجزيرة هو تاريخ هذا السوق. بالرغم من مرور عشرات السنين على تأسيس هذا السوق، ما زلنا ننتهن نفس مهنة اللي كانوا أسلافنا وأجدادنا يعملوا فيها، هي العطارة، ونحاول دائما نلبي طلبات الناس من عشاب وتوابل. وسوقنا الحمد لله يعتبر من الأسواق الجميلة التراثية، وشعب هو كمان شعب بسيط وشعب يحب هالمهنة هاي، واللي يجي لعنا يجي ياخذ هالأعشاب ياخذها بقناعة راسخة جداً.